في الجيزة تتواصل فعاليات معارض أهلا رمضان، حيث تشهد إقبالا كبيرا من المواطنين. يأتي معرض أهلا رمضان ضمن جهود الدولة للتخفيف عن كاهل المواطن. من العاشرة صباحا حتى العاشرة مساء يستمر معرض أهلا رمضان بمنطقة الجيزة في فتح أبوابه للمواطنين استعدادا للشهر الكريم. السنة العاشرة على التوالي وزارة التموين بتنظم معرض أهلا رمضان. مساحة المعرض بتقع على حوالي 2000 متر مربع، دي مساحة العرض، بخلاف طبعا الساحة اللي في الخارج اللي تم فصل عملية بيع السكر للجمهور برا المعرض علشان نخفف من حدة التزاحم اللي موجود. ده المعرض الرئيسي لمحافظة الجيزة. احنا فتحنا على مدار الأسبوع ده 5 معارض، معرض في العمرانية والطلبية وأكتوبر والشيخ زايد والبدرشين، وإن شاء الله تباع إن شاء الله الغطا، من إن شاء الله يبقى المعارض على مستوى المحافظة كلها. تتنوع منتجات المعرض من مواد استهلاكية غذائية أساسية من أرز وسكر ولحوم ومواد تنظيف، وتتراوح التخفيضات من 10 إلى 30%. بنقدم جودة وسعر تنافسية للمستورد كده. يعني حضرتك احنا منتجاتنا بتنافس المستورد، وبنحاول نساعد طبعا الدولة على خفض الدولار والاستيراد من بره. يعني احنا كمنتجات مصرية البضاعة كلها متوفرة، المخازن بتاعة الشركة المصرية والشركة العامة عندها استوك بضاعة للمحلات دي 3 شهور في المخازن اللي احنا بنتكلم فيها. المخزن اللي احنا بنتكلم فيه اللي احنا بناخد منه حاليا بيبقى عنده مخزن استوك شهر، بيبقى قبليه عنده اللي فيه بيبقى عنده مخزن، وهكذا. يعني احنا هنا كل سنة مش أول مرة ننزل، والحمد لله الاقبال هنا كويس وفي جماهير وفي زحمه، زحام شديد. يا حاجات رمضان بلح، يا سوداني، جوز هند، زبيب، اراسيا، مشمشيه، عين الجمل، جميع منتجات حاجات رمضان، تخفيضات كل حاجه يا باشا عليها، واسعارنا ثابته زي ما هي ما تتغيرش. وياتي معرض اهلا رمضان ضمن مجهودات الدوله للتخفيف عن كاهل المواطن ب 160 معرض بجميع المحافظات، ويستمر حتى نهايه شهر رمضان. كريم بيبرس، التلفزيون المصري.